فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قلنا إن هذه الآية وقعت بعد آية المنافقين في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات. تلك مناسبة الضد للضد، لأن قياس الضد إلى ضده يظهر الأمرين معا. ولذلك الشاعر لما حب يمدح محبوبته قال إيه: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا. والضد يظهر حسنه الضد. اذا بعد ان يذكر المنافقين وقبائحهم ومعايبهم وحنسهم فيما يحلفون وخلفهم فيما يعاهدون، اراد ان يجعل تقابلا بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات. لكن التقابل اختلف في شيء، لأنه سبحانه قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما الفرق بين النصين؟ بعضهم من بعض يعني كلهم زي بعض، ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. ليه؟ لأنهم مبنية على التقليد والاتباع. انما المؤمن بيجي على ايه؟ الاستنتاج والاقتناع. وما دام هم بعضهم من بعض فما فيش فيهم الا شر، وكلهم شر. لكن المؤمنين كده، ان وجد في مؤمن شر فوليه من المؤمنين يحضه عن الشر. يبقى ده استكمال ولا مش استكمال؟ لان النفس البشريه لها اغيار متعدده، وليس كل واحد يلتزم منهج الله في كل شيء، بل فيه خصال ضعف في النفس الإنسانية. نقول: إن وجد في مؤمن خصلة ضعف، المؤمنون أولياءه ينصرونه ويبينون له وينصحون له. طيب، وبعد ذلك يرد إليه في نقطة ضعفه، برضو غيري هيجي يقولش، أنا أقول له في نقطة ضعف وهو يقول لي إيه في نقطة الضعف بتاعتي. يبقى معنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معناه أن الذي يقصر في شيء يجد من ناصره والقريب منه ما إيه؟ ما يدفعه، لكن بكره ما يجدش، لأنهم كلهم زي بعض، كلهم إيه؟ زي بعض. حين يقول الحق سبحانه وتعالى: بعض وبعض، البعض يعني فيه كل حتة منه. بس لما تقول البعض والبعض ما قلتش هي راسه ولا ايديه ولا رجليه، قال له بعض. فأي بقى ايه البعض؟ هو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من الولي ومن الموالى؟ قال لك: هو ولي وموالى، ولي وموالى. ليه؟ قال لك: لأن الولاية معناها ايه؟ الولاية في أصل معناها مأخوذة من ولي وليه، يعني بقى قريب إيه من ضدها عداء، عداء عداء هذا الشيء يعني تركه. يبقى الموالاة ضدها الإيه؟ العداوة. وما دام موالاه يعني قرب منه، ما فائدة القرب؟ فائدة القرب أنه يكون نصيري في إيه؟ في الأمر الذي أضعف فيه. طيب، اي مؤمن نصر؟ قال لك: انا ضعيف في كذا، يبقى المؤمن اخويا ينصرني فيه، وهو ضعيف في كذا، يبقى انا، يبقى بنتكامل ولا لا؟
لبقنا. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا مش وصل. لو قيل وصل كان يبقى في ناس بيوصل وناس بيتوصل، انما تواصل يعني ايه؟ انا اوصيك وانت، فاذا وقعت في نقطه ضعف انت توصله للعدل، انت مؤمن ما تعملش دي وانا برضو اقولها، يبقى انا موصل وموصى. كذلك الولايه، هو ولي يعني قريب مني ينصرني، وانا وليه قريب منه ان ايه انصر. ليه؟ لان انا ابناء اغيار، وما دام ابناء اغيار واحد يجي فيه نقطه ضعف يوم يجي اللي فيه شيء نقطه ضعف ايه. وتواصل ايضا بالحق، مش وصوا بالحق، لا تواصل، لانني قد اميل الى الباطل في لحظه. يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا العدل، وانا برضو يمكن هو في لحظه انا اقول له العدل، يبقى بنتكامل ولا ما نتكاملش. ولذلك تجد كلمه الولاء معناها القرب والنصير. الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته هنالك الولايه لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه. يبقى ربنا هو الايه، هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصره حقيقيه يبقى ولي المؤمن زميلك، يبقى من الولي. ولذلك يقول ايه، الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده، الا ان اولياء الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا. الله يبقى الله مره مواله ومره ايه مواله، فوال الله بطاعتك يواليك بنصره، يبقى ولي وولي. كويس كده، انت انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يبقى انت قربت من الله طاعه هو يقرب منك في ازماتك. ولذلك اضاف مره الولايه الى الله، واضاف الله الى الاولياء، اولياء الله إيه؟ يبقى الاولياء لمين؟ لله. والله ولي الذين امنوا قالوا لا، يبقى الولايه جايه من مين؟ من ايه؟ من الاثنين. اذا الولايه الاصل فيها التناصر، وما دام فيه تناصر يبقى واحد يبقى مره في نقطه ضعف وواحد مره يبقى في نقطه قوه. لكن مين اللي هيبقى في نقطه ضعف دائما او نقطه قوه دائما؟ ما فيش حد. يبقى اذا كل واحد ينصر وكل واحد ينصر، كل واحد ايه ينصر وكل واحد ايه ينصر. الاول حينما قال الله كلمه بعض وبعض، ما دام لم يعين البعض يبقى كل جزء صالح ان يكون البعض ده والبعض الاخر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، بعضهم ناصر لبعض، بس كده قسمه كده. قال لك والبعض اللي ايه اللي منصور ده هيبقى ايه، ما دام قال البعض ما عينش البعض، يبقى اذا كل واحد امر وكل واحد مامور، وكل واحد ناصر وكل واحد ايه وكل واحد ايه منصور. هنا الايه تتضح قوي لما يقول ايه، اهم يقسمون رحمه ربك، لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله اذا ما فيش شك في القران، القران حلو بس العيب انه نزل على الرجل ده، يبقى الاصل متفق عليه، لولا نزل هذا القران على رجل من الايه. فيرد الله عليهم ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ده احنا جعلنا منكم ساده والباقي يا عبيد، وجعلنا منكم اغنياء والباقي بره. امر الدنيا احنا اللي عملناه، تبقى انت عايز تعمل الرحمه انت. اهم يقسمون رحمه ربك، نحن كانوا يشتروا معايشهم ويقسموها، لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مع أن لها أسباب، مع أن لها إيه أسباب، وهم يجي يقسموا رحمة ربنا اللي هي بالاختيار المحض، ما يمكنش. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ ما دام كلمة بعض مبهمة،
البعض صالح ان يكون زيد وان يكون عمرو. يبقى اذن زيد مرفوع على عمرو، وعمرو ايضا مرفوع على زيد. اذن لا يوجد واحد من البشر مجمع مواهب، واحد شاطر في دي وخايب في التانية، والتاني شاطر في التانية وخايب في الاولى. ليه؟ أم قال لك ليكون التلاحم في الكون تلاحم ضرورة معيشة مش تفضل. تلاحم ايه؟ ضرورة معيشة. ولذلك مثلا تجد ان الانسان اذا كان فاضلا في شيء لازم بقى الايمان بتاعه اللبق يقول طب واني مفضول في ايه؟ الناس احسن مني في ايه؟ يقول لك انت حلو في ايه؟ في الشغلة الفلانية دي، وبقيت شغل الحياة تبقى خايب فيه، غيرك حلو فيها ولا لا؟ يبقى انا في الشيء الذي لا اجيده مرفوع علي، وفي الشيء الذي اجيده مرفوع. يبقى كل واحد في كون الله مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة اخرى. ادي معنى ليتخذ بعضهم بعض. احنا ضربنا مثل زمان، الافة ان الناس ما بتنظرش في الرفع الا لشيء واحد، ده غني وده فقير. طب ما تشوف ده واخد كم في الصحة، كم درجة في الصحة، خد ده شوف كم واخد درجة في الحلم، كنت شوف ده كم درجة في نجابة الاولاد، كنت شوف درجة في صلاح الزوجة. في اشياء زوايا كتير، انت بس تنظر لواحد واخد 10/10 ما تشوفه هياخد 0 في حتة تانية. يبقى مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالتقوى. اذا لقيت اليقظة الايمانية انك ان رأيت واحدا متفوقا عليك في شيء اوعى تحسده، بس اسأل نفسك وانت متفوق عليه في ماذا، وحط دي ويادي تقوم تجد زي الكبرياء ينخفض لان في ناس احسن منه في زوايا كتير، وزي التواضع يرتفع لانه هو احسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي من الاعياد وجيه راكب السيارة بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينة كده، قام لقى رائحة كريهة فسأل قالوا الباكابورت مقفول وكل قاذورات بيت الماء طفت في الجنينة، اين ارسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحتة الفلانية، ولا مرضيش يجي، ولا هم اهانوه مرة وقال لهم لا مانيش جاي. يوم يرجب سيارته تنه رايح عليه يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي. يا سلام، ساعتها بقى يقول له انا مش فاضي دلوقتي، يقول له مفاخر مش فاضي. اذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ اذا فالفقير اللي بيعمل العملية دي مرفوع على صاحبه، وعظم الدكه تذوب، عظمته تذوب. يبقى اذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اياك ايها المؤمن ان تفهم انك معزول في موهبة من مواهب الحياة، فان كنت فاقد موهبة فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبة وسينفعك بها، وربما كان نفعه لك خير من نفعه لنفسه. شوف النجار مثلا يعمل الابواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعة. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجره. الله. واحنا ضربنا مثل مره وقلنا انك الايد اليمنى بتزاول الاعمال بخفه ولا بصعوبه، والايد الشمال بتزاولها بايه؟ ببطء. طب هات مقص الاظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ضوافر ايدك الشمال، تقدر تقصها وتطلع ايه؟ وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين تطلع واحدة عالية وواحدة واطية وتعمل. الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى، وضعف دي عاد على دي. يبقى مفيش ابدا واحد، مفيش حاجة اسمها ايه يعني كل واحد مواهب كاملة، لا، بل كل واحد ياخد 10/10 في حاجة وصفر في حاجة، وده 7/10 وده 8/10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعة ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تلتفت تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل الدقيق المقطف يعني الناعم الابيض الحلو ده، ايه؟ والسن كان بياكل البوابين ومش عارف ايه، يوم يعني تيجي في اخر الحياة التكاترة يحرموا عليه ياكل العيش الابيض ويقول له ما تاكلش الا سن.
ودوك يا عم الله مسألة واحدة ما فيش يعني نظام وكون مضبوط عشان يلتحم الجميع. انت محتاج لي فيما انا قوي فيه وانا محتاج اليك فيما انت قوي فيه، يبقى هنتساند ولا لا؟ نبقى نتساند ويبقى مجتمع ايه؟ مجتمع سليم. ولذلك يقول لك الناس بخير ما تباينوا. لو اتحدوا كلهم وبقوا شكل واحد، طب قول لي بقينا شكل واحد كلنا قضاه، طب ومين يعالج المريض؟ ومين يحفر الارض؟ ومين يضرب الطوب؟ ومين يكنس الشارع؟ لا ما يمكنش. بخير ما تباينوا، لان انا ما دام تباينا يبقى انا محتاج لك وانت ايه محتاج ايه؟ يبقى المجتمع ماسك في بعض ولا لا؟ انما ماسك انما تقضى مصالح الكون تفضلا. كلنا زي بعض، قلنا مره كلنا زي بعض، وبعدين مين يكنس الشارع؟ نقول لك بقى نتفضل كده، قال انا اتفضل اليوم لكنس الشارع. بقى هنسيب كنس الشارع على التفضل؟ ده لازم يرتبط بالحاجة، لازم يرتبط بالحاجة. وبعدين اللي يحسن ايه ربنا يقول له والله انت احسنت المهنة اللي بيقول عليها وضع دي، انا عوضك كذا بقى وعوضك كذا. ولذلك تلك عبقرة الحياة، الناس اللي بياخدوا يكون تشوف احترموا ماضيهم، احترموا ايه ماضيهم. يقول لك انا كنت مثلا كذا، انا لنا اصدقاء لك انا كنت سيئة وراضي بها. ساعة ما تكون في أي عمل من الأعمال ولو كان الجمهور يحتقر العمل وترضى به من الله، يقول لك رضيت بقسمتي والله لا أعلينك به، ويخليه بقى هو اللي فوق. وزي كل ما يفتكرش انه كان ايوه فاكر، هو فاكر، افتكر انت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طب الولاية دي تنشأ ازاي بقى؟ هنشوف بقى الولاية تفصيلها بقى. يأمرون بالمعروف، الله، وينهون عن المنكر. والتاني هيأمرني بالمعروف وينهاني عن ايه؟ اذا فكل واحد منا ايه آمر بمعروف ومأمور بمعروف، وكل واحد منا نائم عن منكر ومنهي عن منكر. يبقى بعضهم اولياء بعض ولا لا؟ يبقى هذا النصر، هذا الكلام. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لك أنت لا تأمر بمعروف وأنت في بنجوة منه. هل واحد يأمر واحد بمعروف وهو بعيد عنه؟ يبقى في إيده كاس الخمر، يقول له هات كسر كاس إيدك كاس خمر. طب ما أنت مسممها أهو. يبقى ما دام يأمر بالمعروف يبقى إيه؟ بمن أنا عنه. وينهى عن المنكر، حياتي ما يأتيش. يأمرون بالمعروف، ومين هيأمر بقى ومين هينهى؟ كل واحد آمر وكل واحد مأمور، ما فيش حد أحسن من حد. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عال قوي، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة قال لك إيه؟ لأن فيها المؤمنين أولياء بعض. طب ومين وليهم؟ وليهم كلهم كده، المؤمن هذا ولي المؤمن هذا، والمؤمن هذا ولي المؤمن الثاني. ومين ولي الجميع بقى؟ لما يخيبوا كلهم المؤمنين من وليهم؟ الله. يبقى اذا الولايه الحق لمين؟ لله. يبقى احنا مؤمنين ويا بعض لنا ولايه، ولله لا ولايه عامه علينا احنا. عامه على ايه؟ علينا. ما دام في ولايه عامه علينا يبقى لازم نلتحم بالولي الذي لا استغناء عنه لنا جميعا، وهو سبحانه المادة الوصف للمؤمنين بينصروا بعضهم بعضا، او يعني ينصروا بعضهم بعض. قال انا ما منعتش القاعدة دي عن نفسي، برضو ان تنصروا الله ينصركم، برضو انتوا هتعملوا ايه؟ تنصروا الله وهو ايه؟ يبقى يعني المسألة واحدة. فيجي يقول لك ما دام الولي اللي ما نستغناش عنه، واذا عزت ولاية الافراد المؤمنين لبعض، يبقى نروح للولي الايه؟ الكبير اللي ايه؟ اللي فوق اسبابنا. اسبابنا كلنا ما نفعتش، وقواتنا ما نصرتش بعض، يبقى مين بقى اللي ينصرنا؟ قال لك ما دام الله هو الولايه لله الحق، يبقى لازم تستديموا ولا اكلا. واستدامه الولاء لا تكون الا بايه؟ بالصلاه. فقال يقيمون الصلاه خمس مرات تقف بين يدي الله، دي ولاء ولا مش ولاء؟ ساعة ما يقول الله أكبر إيه؟ تجري علشان إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه صانعك،
وما دام صانعك وربك دعاك ده هو اللي بيدعيك وفرض عليك الدعوة والإجابة 5 مرات، لكن إن أحبيت إنك أنت تبقى وياه دايما نعمل ما نمنعكش، لكن الضروري إنك أنت تكون عندي إيه؟ 5 مرات عشان تستديم الولاء لمين؟ لله. وتعرض الصنعة نفسها على صانعها، وما دام الصنعة تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، هاتي أي آلة وخلي المهندس بتاعها يشوفها كل يوم 5 مرات، بالله تحصل لها عطب دي؟ ما تحصلش لها عطب. كذلك أنت صنعة الله، اعرض نفسك على الله. والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة ببتاع بأي حاجة، بطارية ناقصة مش حاجة يصلحها، قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه إهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة إذا حزبه أمر، حزبه يعني كان فوق أسبابه، قام إلى من؟ قام إلى الصلاة. ليه؟ قال لك أنا الأسباب بتاعتي قصرت، أنا أروح للمسبب، وقف قدامه كده. ولذلك كان يقول لبلاد أرحنا بها يا بلاد، يعني أكن الراحة إيه مش من إيه؟ لا أرحنا بها، يعني إحنا مزرجنين نفسنا زرجين كده من الصبح للظهر، يقول له أرحنا بها، خلي ملكاتنا تتعدل، خلي ملكاتنا إيه؟ يبقى لازم كان بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان لازم يقولوا ايه؟ ويقيمون الصلاة، لان دي استبقاء الولاء لله، استبقاء الايه؟ الولاء لله. واحنا قلنا ان ربنا عايز نلتحم به، بس فرض التحاما 5 مرات في اليوم، وترك باب الالتحام مفتوح لتطوعك. ما تسيبش ربنا، صلي كتير. واحنا قلنا زمان علشان تفرق بين سيادة الاله وسيادة الفرد من البشر، قلنا ان انت اذا اسبابك ضعفت امام شيء بتروح للرئيس اللي يملكه علشان يقضيها لك، تطلب ان تقابله، يا ترى يقول اي ولا لا؟ ادي واحدة. وان قال اي يقولك هتتكلم في ايه يا حبيبي؟ يقول له هتكلم في كذا، انا عايز كذا كذا كذا. طيب تبقى تيجي الساعة كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. لكن ربنا ما عملش كده. انت تروح له في اي وقت وفي اي مكان وتتكلم في اي شيء، وهو ما ينهيش المقابلة ابدا، انت اللي تنهي المقابلة من ربك. لا يمل الله حتى تمله، لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك حسب نفسي عزا باني عبده، البقى العبوديه تبقى عز. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احب، انا اللي حدد الزمان وانا اللي حدد المكان وانا اللي حدد الموضوع. في عز احسن من كده بقى؟ في عز. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. مش معنى جاب تملي الصلاة والايه؟ تملي الصلاة والزكاة. قال لك لان دي استدامة ولاء للمعطي، مش كده؟ وفي الزكاة استبقاء حياة، بتديله عشان تستبق له الايه؟ لان الولاء لا يكون الا بحياة، فانت بتستبق له الايه؟ نستبق له الحياة. وقرنهم ايضا، لأن الزكاة إسقاط بعض مالك للفقير، والمال خذوا بالك، والمال فرع العمل، هذا واحد، والعمل فرع الوقت. يبقى أنت ضحيت بشوية من مالك، المال ده جاي من إيه؟ من العمل، والعمل جاي بإيه؟ بالوقت. يبقى ضحيت بأثر الوقت، وفي الصلاة ضحيت بكل الوقت، لأن أنت اديت الوقت كله اللي كنت تعمل فيه في شغلتك ولا بتاع، اديته لمين؟ اديته للإيه؟ اديته لله. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيع الله ويطيعون الله ورسوله. طب ما هو قال يا اخي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ما يهدش الطاعة. قال لك لا، بده ينبهك الى شيء، هذا الشيء انك ان تفهم ان اركان الاسلام الخمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه شهادة مش كده، وبعدين اقام مين الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع، مش هي الاسلام ده، دي القواعد اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجه تانية خالص، الاسلام ايه حاجه تانية خالص. بني الاسلام على خمس، لما تيجي تعمل الاعمده والاساس هي دي البيت؟ لا، ده البيت لسه هنعمله ثاني. كذلك دي اركان اسلام، بس الاركان اللي يبني عليها الاسلام، لما الاسلام حاجات ايه؟ من اول شهاده ان لا اله الا الله، ومن إماطة الأذى عن الطريق، كل حركة مسعدة مصلحة في الحياة، كل دي اسمها ايه؟ كل دي. فإذا لما يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أراد أن يعديها، قال لك واطيعوا ربنا واطيعوا الرسول بقى فيما أمركم به من كل حركة في الحياة. وحركات الحياة كلها متكاملة، حركات الحياة متكاملة. ولذلك أنت لو نظرت بالشيء الذي تستفيده الآن تجد ده وليد ايه؟ وليد حركات متعاقبة من غيرك الى آدم. بالله اللي قلت لكم مرة ازاي عرفتم ان العيش لما يتحط له خميرة يتخلص كويس ويقب كده طب عرفتم ازاي؟ مش اتنقلت لنا كابر عن كابر طب واللي عملها اول مرة خدها من مين؟ ده خدها من الالهام الالهي. مش يصح انهم عجلوا في اول الامر حتة عجينة وبعدين بيعملوها كده تطلع فطير مبلط وياكلوه خلاص كده، وبعدين جت حدث من الاحداث قالوا ايه الحريقة قامت مش عارف ايه، وقاموا انشغلوا بالحريقة وسابوا العجين، فقوم لقوا العجون خمران كده ومتختخ انتبهوا واخبزوه، قام طلع عيش ايه؟ قال لك الله، اذا لما نخمره جت حكاية، ويمكن تيجي من غلطة، ممكن تيجي ايه؟ مبتكرات الحياة كلها نتيجة اغلاط. البنسلين ده هو نتيجة أغلاط، إلقاء قاعدة أرشميدس اللي عليها الغواصات واللي عليها كان ما يبقى نتيجة، كل حاجة نتيجة ربنا إيه؟ يهدي إلى الشيء ولو بالغلطة. طب إيه اللي خلاك تفهم إن اللحم لما ينشوي يبقى حلو؟ مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ إزاي يعني؟ لازم تيجي إلهاميات كده تبني عليها حركة الإيه؟ حرق. طب مين اللي قال لك اطبخ الكوسة ولا تطبخش الخيار، واطبخ الملوخية ولا تطبخش النعناع، ان هو اجمل كده نعناع يعني. الله، دي مسائل ربنا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر اذا احنا كل ما ننتفع به وليد ايه؟ وليد اشياء متقدمة ايه؟ متقدمة علينا كتير قوي، كل حركة في الحياة. ولذلك اللي يجي يقول لك لا انا عايز انقطع للعباده،